فيما قالت وزارة التربية أنها تستعد لعودة الطلبة للمقاعد الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني أو قبل ذلك، فإنها أبقت الأمر رهنا لقرار مجلس الوزراء ووفقا لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية. عودة الطلاب إلى مدارسهم والاختبارات الورقية للمرحلة الثانوية موضوعان شكلا مادة للنقاش على مستوى وزارتي التربية والصحة، وأثار أيضا حالة من التضارب في بعض الأخبار والتسريبات المتداولة بشأن فحوى القرارين وتوقيت الإعلان عن تنفيذهما. نتابع التقرير التالي. ما بين شد وجذب حيال الوضع التعليمي في البلاد وما يثار حول خطة العودة التدريجية إلى المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني وعلاقتها بموافقة السلطات الصحية، شكلت وزارة التربية لجنة مصغرة لوضع التصور التعليمي الكامل وتقديمه في الاجتماع المقرر انعقاده بداية الأسبوع المقبل حتى يتم تدارس مقترح اللجنة وبحث الخطة التدريجية للعودة إلى المدارس في حال قرر مجلس الوزراء العودة. وقد انبثقت هذه اللجنة عن اجتماع لوكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، ومديري عموم المناطق التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية. ففي الوقت الذي ذكرت فيه بعض وسائل الإعلام أن الاجتماع أفضى إلى الاتفاق على المضي قدما بتطبيق الاختبارات الورقية لطلبة المرحلة الثانوية، أكدت وزارة التربية على حسابها في تويتر أن الاجتماع الذي عقد اختص فقط بمناقشة الاستعداد لعودة الطلبة إلى المدارس ولم يتم التطرق إلى مسألة الاختبارات الورقية. وأشارت التربية إلى التزامها بما ورد في كتاب وزارة الصحة الخاص بتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبيّنت التربية أن إصدار أي قرار يخص الاختبارات في كافة المراحل الدراسية لن يكون إلا بالتنسيق مع السلطات الصحية للمحافظة على سلامة الطلبة والعاملين في الهيئتين التعليمية والإدارية. معنا عبر الهاتف رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع حمد العجمي. أهلا بك أستاذ مطيع. أولا، كيف تقرأ الوضع الدراسي بعد مضي فترة على التطبيق الفعلي لنظام التعليم عن بعد، وما هو تقييمكم للتجربة؟ نعم، في البداية أشكر لكم هذه الاستضافة. ما زالت الضبابية هي سيد الموقف في قرارات وإجراءات وزارة التربية منذ بداية أزمة كورونا وتطبيق التعليم عن بعد. ما نراه اليوم من تضارب في الأخبار والقرارات هو نتيجة حتمية لغياب الرؤية والتخطيط لدى وزارة التربية منذ بداية الأزمة كورونا، وهو الشيء الذي أشرنا له في بيانات جمعية المعلمين الكويتية وتصريحاتنا المتكررة خلال الفترة الماضية. نعم، هل تابعت بالطبع الأنباء عن عودة الطلاب إلى مدارسهم؟ أستاذ مطيع، هل تتوقع قرارا في القريب بهذا الشأن؟ عودة الطلبة للمدارس هذا شيء حتمي لا بد منه. اليوم لا غنى للطالب عن العودة إلى مقاعد الدراسة وإلى الفصول الدراسية، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى خطوات تسبق هذا الإجراء. نعم. إما أن يكون التصريح بشكل مفاجئ نحو عودة الطلبة إلى المدارس في الفصل الثاني أو ما قبل الفصل الثاني، فهذا يدل على مثل ما ذكرنا أن لا توجد خطة ورؤية واضحة في هذا الشأن. عودة الطلبة هذا شيء حتمي، لابد للطالب من العودة إلى مقاعد الدراسة سواء عن طريق التعليم المدمج أو عن طريق التعليم التقليدي وهو ما كان معمول فيه سابقا، لأن لا يمكن أن يستغني الطالب عن فصل الدراسي وعن معلمة وعن التفاعل مع زملاء داخل الفصل وأيضا مع بقية الزملاء داخل المدرسة. وهذا العودة التدريجية للمدارس هو ما دعينا له في السابق، أن تكون هناك خطة واضحة تطمئن أولياء الأمور. نعم. والطلبة إلى العودة السليمة والصحية لأبنائهم الطلبة
للمدارس. نعم أستاذ مطيع، هذه العودة التدريجية كما ذكرت وتكون بإجراءات سليمة، هل هناك تواصل بين الجمعية ووزارة التربية، وهل حاولتم إبداء رأيكم في التصور المطلوب للفترة المقبلة؟ بالتأكيد كان لجمعية المعلمين الكويتية التواصل الدائم مع المسؤولين في وزارة التربية. قدمنا مبادرة للتعليم بعد جائحة كورونا. هذه المبادرة تضمنت في أحد محاورها التعليم المدمج، ونعني فيه العودة الجزئية والمتدرجة لأبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة. هذه المبادرة قدمناها في شهر مايو الماضي، يعني من أكثر من 6 شهور. لو قامت وزارة التربية بدراسة هذه المبادرة والأخذ ببعض تفاصيلها وبعض مقترحاتها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، من غياب للتخطيط والرؤية الواضحة، ولا أسعفتنا هذه الأشهر الماضية نحو اتخاذ الإجراءات السليمة دون الدخول في هذه التخبطات التي نراها كل يوم في وزارة التربية. نعم، الأستاذ مطيع العجمي رئيس جمعية المعلمين الكويتية، شكرا جزيلا.